مدارس الطالب الذكي، القرآن حياتنا، نحو جيل إسلامي أمثل. بسم الله والصلاة على رسول الله، أما بعد، طلاب الأعزاء، كل عام وأنتم بخير. بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، مبارك عليكم وعلى الأمة الإسلامية بأكملها. درسنا لهذا اليوم هو عبارة عن نص استماع بعنوان يحيى وصيام رمضان، وهو عبارة عن قصة تشجيعية على الصيام في رمضان والتحمل والصبر. لنستمع سويا إلى هذه القصة لكي نجيب بعدها عن الأسئلة المطروحة حولها بشكل جيد. هيا بنا يا أذكياء. يحيى وصيام رمضان. اليوم يا أصدقاء سنتحدث عن صبي صغير يدعى يحيى. كان يحيى ولد مهذب وشاطر، كان ينتظر قدوم شهر رمضان المبارك بفارغ الصبر للبدء بعبادة الصيام مثل أمه وأبيه. تحمس يحيى وكان فرحا جدا، فقد أصبح باستطاعته أن يصوم ويأخذ الأجر. وفي أول يوم من شهر رمضان تناول يحيى السحور وصلى الفجر ونام، وبعد أن استيقظ كان يشعر بالعطش والجوع. دخل إلى أمه في المطبخ وقال لها: أمي، أنا أشعر بالجوع والعطش وأرغب بتناول بعض الطعام وشرب القليل من الماء. قالت له أمه: هذا شعور طبيعي يا يحيى، ولكن عليك أن لا تستسلم. اشغل نفسك بالصلاة أو قراءة القرآن أو أي عمل آخر تحبه وينسيك شعور العطش والجوع. غادر يحيى المطبخ ودخل إلى غرفته، ولكنه لم يستطع أن يقاوم ذاك الشعور. قرر يحيى أن ينتظر مغادرة أمه المطبخ ليدخل ويشرب بعض الماء ويأكل بعض الطعام. وبالفعل غادرت الأم المطبخ وتسلل يحيى إليه وفتح باب الثلاجة وملأ كوبا من الماء البارد، وفجأة دخلت الأم وقالت: ماذا تفعل يا يحيى؟ ارتبك يحيى وقال: لا 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 أفعل شيء. قالت والدته: هل تريد شرب الماء وأكل الطعام يا عزيزي؟ هل ستنهي صيامك بتلك الطريقة يا بطل الصغير؟ قال يحيى: أشعر بالعطش والجوع الشديد. قالت الأم: علينا أن نتحمل قليلا، فالصيام ركن من أركان الإسلام، ونحن نصوم لأنها عبادة تجعل أرواحنا بعيدة عن كل شهوات. أمامك الطعام ولا تأكل، تشعر بالعطش ولا تشرب، لماذا؟ مع أنه بإمكانك أن تشرب ولا أحد من البشر يراك. الصيام يا بني يعلم الإرادة والصبر والتقوى. تأثر يحيى بكلام أمه واقتنع به، وقرر أنه سيتحمل ويدرب نفسه على الصيام، وفهم أن هذا الشعور طبيعي وسيكمل صيامه وهو فرح ومسرور بالأجر والثواب. وأنتم أصدقائي، هل جربتم البدء بالصيام وأخذ الأجر والثواب؟ أتمنى ذلك. والآن بعد أن استمعنا إلى هذه القصة الجميلة، دعونا نسأل بعض الأسئلة حولها. السؤال الأول: ما اسم الطفل الذي تدور حوله أحداث القصة؟ وهو شخصية محورية في القصة تدور الأحداث حولها. من هو هذا الطفل؟ أحسنتم، إنه يحيى. سؤال آخر: بماذا كان يشعر يحيى بعد أن استيقظ؟ بماذا كان يشعر في أول يوم من رمضان بعد أن استيقظ؟ كان يشعر، أحسنت سمعتك، كان يشعر بالجوع والعطش الشديد. أيضا ننتقل إلى أسئلة أخرى، ولكن كما عودتكم نستمع جيدا إلى النص قبل أن نجيب. انظروا السؤال: ماذا قرر يحيى أن يفعل بعد أن تخرج أمه من المطبخ
وما رأيك في ذلك؟ ماذا قرر أن يفعل؟ قرر أن يشرب بعض الماء ويأكل بعض الطعام، ورأيي في هذا العمل أنه غير صحيح. لماذا؟ لأنه يفسد صيامه بكل بساطة. أيضا سؤال آخر، ما الأمور التي يجب أن يشغل بها الإنسان نفسه في رمضان؟ طبعا أمور العبادة كثيرة، ومنها الصلاة أو قراءة القرآن أو أي عمل آخر يحبه ويقربه من الله. أحسنتم، بارك الله بكم. والآن وصلنا إلى الواجب المنزلي، وهو عبارة عن سؤالين. السؤال الأول، ما القيمة المستفادة من المقطع السابق؟ والسؤال الثاني هو عبارة عن ملء هذه الفراغات بحال أو صفة مناسبة، ولكن من المقطع السابق. تستمعون جيدا إليه وبعدها تملؤون الفراغات. إلى هنا نأتي إلى ختام درسنا، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.